السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، حنا في خميس ولا مراح سيدي حجاج، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية، هات الخيرات نوريوها للجالية المغربية والناس مولي المدن الكبرى قبل المملكة المغربية، وكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان. داخل الوطن او خارج الوطن، عيالات رجال بنات ولاد، اهلا بكم جميعا. هاد الخيرات تبارك الله كي تشوفوا معنا تاع الكبده والحمر الراس والتقليه والخيرات موجوده في سيدي حجاج ولا تمرح. هاد نوريو انتم ولدك صورناك. اسميتو هذا؟ سميتو عبد الكبير. عبد الكبير، عبد الكبير نفر. على سميت بوك؟ على سميت الوالد. واخا فيها الخير انتي، كيما تشوفوا هادو الحباب تاعنا في سيدي حجاج بولاد مراح. شحال هاد الكبده وهاد الشيء؟ 120. كبده ورقل 120. تبارك الله هنا في ولاد مراح بسيدي حجاج. واللي بغى مخلطه؟ مخلطه 50 درهم. واللي بغى شويه الورسيس والكبده؟ 80 درهم. كيما تشوفوا الحباب تاعنا كيفاش لا بغيتوا تاخذوا او مخلطه او شويه الورسيس والكبده او الكبده وحده كيما تشوفوا سيدي حجاج. مرحبا ولاد مراح. هاد الخيرات تبارك الله. ساخي طلع. الله كيما تشوف وهاد التقليه بشحال؟ 400. مخلطه. مخلطه. واللي بغى وحده؟ اللي بغى وحده 30 درهم. تبارك الله، ثمن مزيان، ثمن مزيان. وهاد الحبر الراس؟ الحبر الراس 700. 700 مخلط. مخلط. واللي بغى وحده؟ 50 درهم. شوية هزيتي المنزل. هزوا اليوم، هزوا الجزارة اليوم. كاين الثمن. غالية اليوم. ياك. خير السي أحمد. تبارك الله، لحمة الحنك واللحمة زينة كيما تبارك الله. الله يسهلك. أمين يا رب العالمين. تبارك الله على السي رحال. الله يبارك لك. زين هذا. بخير الله يحفظك. الخيرات تبارك الله موجودة في سيدي حجاج بولاد مراح كما تشوفوا. هذا رحال درواش، راجل مخير هنا في سيدي حجاج بولاد مراح. هذا الخيرات تبارك الله تاع التقلية واللحم الراس أو الكبدة كي تشوفوا. شحال هذه الكبدة بعتوها اليوم السي رحال؟ 2400. واللي بغى الشيء مخلط؟ 1200. وشحال؟ السوق اليوم غالي. ها؟ غالي السوق عندنا اليوم. اليوم السوق غالي عندكم كما تيقول السي رحال؟ السوق غالي عندنا اليوم. ما كاينش كذوب. ياك ما كاينش كذوب. وهاد التقليه بشحال بعتيها؟ 400. ومخلطه. واللي بغى وحده؟ ها وحده 600 درهم. 600 درهم. تبارك الله الخيرات موجوده. غالي السوق عندنا. غالي؟ ياك. وهاد الحبر الراس بشحال بعتيه؟ 800 700. 800 700. الفوزي على الفوزي على الفوزي. مخلط. مخلط. ووحده؟ وحده 1000 1000 وما بغيتيش بيه. وبشحال بعتوا العماره اليوم السي رحال؟ هذه 44 باتيه ب 5000 باش باتيه. والمخ؟ 4500. المخ ب 600 باش. لاباس عليه. ياك. الله يسر ليكم. لاباس عليه هذا. هذا الرجل توا صديقنا هنا في سيدي حجاج الله يحفظك. كما تشوفوا الخيرات موجوده في خميس سيدي حجاج ولاد مراح. تبارك الله الخيرات هنايا. وهذا الرجل تخدم حتى في المرشي كما تشوفوا. تبارك الله. شحال هذا الطواحن هذا؟ وريتيني هذا الطواحن شحال؟ 80 درهم الواحد. شحال تقريبا فيه؟ 1600. 1600 كيلو 190. 194 غرام. تبارك الله. قلتي شحال؟ نعم. اخير ثمن تاعو؟ اخير ثمن 70 درهم. 70 درهم. تبارك الله. كيلو و 194 غرام 70 درهم. تبارك الله. الخيرات موجوده كما تشوفوا معنا. وهذا المخ بشحال؟ المخ 25 درهم. باش يديو الجماله ولا اللي بغى يدي؟ جمال ولوكال بحال بحال. تحياتي لك صديقي هذا الراجل بالمعقول تاعو. وتيكون في المرشي تاع سيدي حجاج بلاكار. سيدي حجاج بولاد مراح تيكون في بلاكار. هذه الخيرات تبارك الله.
كي تشوفوا وهاد الكبدة بشحال بعتيها اليوم؟ كبدة 16 مع واللي بغا وحدة 2040 واللي بغا التخليطة المقلة 50 درهم 50 درهم تبارك الله شي حاجة زوينة وهاد التقلية تبارك الله 50 درهم مخلطة بوحدها 30 درهم 30 درهم وحدها تبارك الله كي تشوفوا معنا الخيرات موجودة هنا في سيدي حجاج بولاد براحة الخيرات تبارك الله والحب الراس شحال؟ الراس ب 100 درهم مخلط واللي بغاه وحده؟ بزاف ياك هذا راه تيكون حتى في المرشيد كما قلنا في سيدي حجاج بلاكار تبارك الله الله يسلك مشيو عند هذا الصديق تاعنا في سيدي حجاج بولاد براحة وقيل بيع الكبدة جبلة يا كاسي كي داير بخير ناشط وقيل بيع الكبدة جبلة اليوم ياك الحمد لله غادي يكون الخيرات موجودة الحمد لله وديما الخيرات موجودة في المملكة المغربية كي تشوفوا معنا تبارك الله الحم الراس الخيرات موجودة هنايا في سيدي حجاج بولاد مراه خليه بشحال هذا الحم الراس اليوم؟ الحم الراس اليوم بحال هكا ووحدو؟ وحدو داير 50 درهم ولينا رخافو ما قديتيش تبيعيه؟ اه تحرقات على المسلسل اياه فعلا الله يحسن العون للجميع ياك ما تكونش تبيعيه وحدو كما قلتي لي كما قال لي راه حال عطاو هالف وما بغاش يبيعو وحدو كما تشوفوا ياك يا ربي يسليه ويسلكيه يا ربي وحنا وجميع الاحباب تاعنا من المشاهدين والمسلمين في المكان وهاد التقليه 400 مخلطه واللي بغا وحده واللي بغا بوحده ما جا ما يقدنا معاه صافي ما ساخيش صافي كل حاجه وثمنها هنا دابا كنتمشاو مع الناس دراوش على قد الحال الخيرات موجودة الخيرات موجودة الحمد لله هذه تنشيها وحنا تكون باش ما كانت ناخذوها الله يرحم الوالدين بطبيعة الحال واخا تكون تاكل هذه كل حاجة تنشيها كل حاجة كتشيها شي حاجة كتضيع ما كتبقاش شي حاجة ها نعم واخا تكون باش ما كانت ياخذها الأحباب تونا وبشحال بعتي الكبدة الجبلة؟ دابا 90 درهم 90 درهم 18 تبارك الله وسخات عليك ب 90 درهم نعم كنتي ما تبيعش ب 90 درهم ما بيوعاش ما بيوعاش والله ما تبيع كل بيوع ما بيوعاش ما مقبولاش كلشي خارج برا الشهرة كلشي غايبين الطاريه باقي صحابنا ما جاو عندنا ان شاء الله خير ان شاء الله خير واخا وبشحال بعتي العمارة؟ العمارة بعتها ب 3000 غليظة ضروبة هي ضروبة ياك الله يسهل عليك الله يسهل هذا الصديق تاعنا كيما صورته نهار 3 يبيع في اللحم واليوم تيبيع الكبده ولحم الراس والتقليه كيما تشوفوا وتا حجاج حاضر معنا هنا سيدي حجاج ولاد مراه واش وليتي تجي هنا؟ كيما تشوفوا ياك وهنا واخا مرحبا سي حجاج كما تشوفوا تبارك الله هاد الخيرات تبارك الله الشحمه دابا بغا نزيدوها دابا الشحمه بغا نزيدوها دابا قال لك زيدي الشحمه واش غادي تكون فيها غادي الرجال الرجال تخلي بخاطرهم من طبيعه الحال تخليش بخاطرهم وتبيع لك الاخرى ما يجيش عندك كاينه هذا ما عندي ما نقول كان هذا راجل مخير وراجل زين كما تشوفوا تبارك الله هنا بسيدي حجاج بولاد مراه الحم تاع الحم كيزين الخيرات تبارك الله شحال بعتي الكبده؟ الكبده خويا 2200 وحده جا وقلب واللي بغى شي مخلط 1200 واللي بغى شويه الولد سيتو الكبده 1200 ريال تبارك الله وهاد الخيرات تاع التقليه وهاد 400 ريال الحمد لله الخيرات موجودة واللي بغى وحدة شحال تقلية وحدة شحال؟ تقلية وحدة 700 ريال 700 وهات الحم الراس؟ الحم الراس اخويا
700 ريال مخلط. واللي بغى وحده؟ بغى وحده 1000 ريال. 1000 ريال هو الثمن اللي كاين في السوق. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.